السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الجمعة عندنا حراج الأبقار وحراج الطيور يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة، الله يحييكم. وبعد صلاة الجمعة مباشرة في سوق مصغر للنجد، فقط للنجد، الله يحييكم. أنا قلت اللي يجيك الطيب أخذته، ما لقيت. وش أبو خالد؟ جيتك الله حيو. أهلا والله والله الله حيو. شلونك؟ صحيح طيب. بشر عن صحة. شلونك؟ جيت تسام على 21. 21؟ اي. والبوال. وهذول يسامن على لا اله الا الله جوز 45. والدجاج ذا يسامن على 20 ابو خالد. والدراهم هذا جيت ما سيمك. والدجاج جيت برضه الاولى ما سيمك. 22. على 22 جيت. الضيوف ذولي على 22. فيومه جيت فيومه. ما شاء الله. طيبه طيبه. والبح كم وصل؟ هذا يسام على 45 الجوز. غاب دول الحين. يلا يا ولد. والدجاج البياض هذا؟ هذا ما سيم ذا البياض. هلا. ذهب يا منى. قول بعيد. بعيد قول بعيد. كم يجي له؟ هذا وزع راقي. ما يبيض إلا بالمربعانية بالبرد القوي. كم وصل يا ابو رهف؟ هلا والله صبح بالخير. كم وصل؟ 200 سم جوز. اذكور ولا نادر؟ ثلاث اذكور. كم وصلت؟ 200 الجوز؟ اي نعم 200. ما شاء الله اذكور وناثي. ذكور ولا نادر؟ انا اذكر الذكور. الاناثي اكثر؟ اي نعم. كم جوزه؟ 8. 8 تجواز وسم الجوز 200. ما شاء الله تبارك الرحمن. عليكم يا هلا والله. والدجاج ذا المعروض ذا هذا انسان 33 110 حبات براهمه. 100 العدد 110 تقريبا. 110 هجين براهمه. نعم طياب. ما شاء الله طيبات هالدجاج. 33 الحبه. الحبه تسام 33 و100 110 عددها. 110 والحبه تسام 33 ريال. ما شاء الله تبارك الله. 24 هذا فيه. هذا 100 بلدي ذا. 100 حبيبي. عدده 100 وسام 24. 24 بيضة. هذا بيضة. ما شاء الله. هذا اللي ماسين ابو خالد الجيار. ماسين انت. هذا ابو خالد البح حنافي. خيار هذا بيضة. ايه. سام الجوز 50. صح حنافي. بط يعني. هذا بيضة. كم سام؟ 50 الجوز. 50. والحبش سام 45. حبش. حبش السامة 45. هذول 19 سامة. 19 ديوك. 50 حبة. 50 حبة. ما شاء الله ما شاء الله. وذول يبيع عنده ولي؟ لا لا هو جايبها ذا. اي عرضها لنا يا عيون غريبة. بس الدجاج ذاك حلوة لجينا براهمة. النادر ذا. ما شاء الله على العدد 110 هو يسام سامة الحبة 33. لكن طيب. هجين براهمة مع بلدي. ما شاء الله ما شاء الله والله طيبات. التفريد يقول على 70 ولا جملة على 33 يقول. لا إله إلا الله. ما ابو فراخه ابو رهف؟ سام؟ فراخه ما ابو؟ لا فراخه لا ابو. هلا والله. هلا بك يا هلا والله. والله بنعمه. شلونك ابو ايش؟ ما عنده خلاف يا رب. هلا هلا هلا. كم مصنع ذولي؟ كم مصنع جوز؟ كم سوم؟ 15 جوز؟ جوز 15. على 2000.
على 2200 هالصغار ذولي الواحد على 6300 ذول ها؟ هذول على 6300 هذول ديران 6 وجدعه و 300 وثنيين وجدعه ما شاء الله على 6 و300 على 6 و300 على 2200 وذولي الواحد ب 2200 الواحد ب 2200 هالصغيرات ذولي الواحد 2000 2003 وصل السوم اي كم 2004 على 2005 على 2005 بيع على 6300 يا عيال حد فاضل على 6300 على 6300 ما شاء الله تبارك الرحمن ابو محمود لا والله هلا والله ابو فواز يا هلا بك شلونك طيب السلام عليكم وعليكم السلام هلا بالشيخ شلونك طيب مبارك وين انتم بطلين عنك ها يلا شلونك طيب هذا ثور ذا لا تقوله لا تقوله كم 79 هالثور ذا بيع لحم 79 هالثور ذا لحم ياخذونه لحم 79 سامو راح اراجع على الصغير هذا الحين شنك علي؟ طيب الله يسلمك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله الله يطلع البركة يحطوا له خيشة بصل عشان ما يرضى عمه شوفوا نظروا حاطين خيشة بصل عشان ما يرضى عمه لا إله إلا الله ما شاء الله من كان له حيلة فليحتاج كمان جلال سبحان الله العظيم حليب يقول هذه حليب 900 ابو عبد الله صبحك بالخير شلونك صك طيب الله يسلمك يا هلا 900 ميتل 300 400 500 ارجع لهذا 95 حليب 9500
14 كيلو بحليب. 600 جاء فواز جاء العمدة 17 كيلو حليب ونادي وهذا راعي بقر شروط. ما عندي شروط انا هذه راعي ما عندي شروط. 9600 ها قبل هالحبل 10000 كلكم تصبرون قال دكتور الصالح 10000 تقدر حشك حد تشوف لا لا احنا بنمك احنا لا لا ما رجال شرواك حزنهم اي والله 9000 كبر 10000 ها شرط صافي شرط صافي انت ها الله يجعل وجهك والله لا تفهمني والله لا تفهمني انا مجوع ماريه على عشره صافي بيع صافي بيع ها على تسعه صافيات على اسبوع رايح حتى نروح نروح هلا شاور
خالد. هلا والله مصر، شلونك؟ طيب شفارك؟ 300 4 4 500 600 11 ابو علي شلونك؟ شلونك؟ طيب شلون صحك؟ طيب 200 12,100 هالألماني ذا 500 600 600 12 600 600 12 600 خلاص كذا هبعوا نبيعه 12 600 تعال تعال عبد الله عبد الله يلا علي سواقك معك جيب سيارة ذي أنا سواق من يجيبه ما تجين هناك علي خلاص 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 ما نبجع الخراج على الثورة الثانية من الذهاب ابشر بالخير ابو علي ابشر بالخير 10500 ما شاء الله 500 هو يشبيه هو محتاج له هناك ما شاء الله 8,700
هدية يا ابو علي هدية. ها 6500 المانيات ذولي. بسم الله يقول له خمس شهور كم 7000 ما بيعك تروح لك تهلي
600 600 600 700 4000 4000 يا ابراهيم يا ابراهيم سجل على 8 5 خذ قروشك يلا 400 400 500 600 700 800 900 شكرا جربوع شلونك طيب 500 700 كيلو حليب واعي يقول حليب اي يقول 7 والمانيه النادره لا تضرب ولا لا شو شوي فر فر سنو فر سنو شوف ثني رباع 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 خير ما يباع 11 و100 لا لا ان شاء الله 11 و100 11 و100 ربع ربع 11 و100 ربع 11 و100 ها تو تحرك 200 300 500 600 11 600 11 600 600 600 11 600 600 ها خلصتوا محمد 600 على 600 على 500 على 600 على 600 على 400 على 500 على 200 على 200 على 500 على 200 على 200 كل واحد مع واحد يا ابراهيم ذولي على 200 على 200 على 500 على 300 على 500 على 600 على 600 على 600 على 900 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 على 600 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 على 600
البيضة اليوم يا ابو بعناه ها على كم بعته؟ 22 ايه وفراخ هذولي هذولي كم يسام؟ بعناه على 20 على 20 والدجاج؟ الدجاج يسام 15 معنا البحر ما شاء الله الله يبارك لك لا اله الا الله ما شاء الله جرب يقول 160
كم وصل يا ابو 65 165 سنة. ابو طاي مدري يبيع هذه طيور الزينة طيب شلون صحك؟ اوه مشترك والله الحمد لله. شلون شغلكم؟ متوسط. وين جاي انا ما شفتك. والله موجود هنا. ها عساك بعت. لا متوسط. الله يبارك فيك. بيوت اللي معنا مره كلها. ما شاء الله ما شاء الله. كلها السوم هناك 200 بالاخير. ايه. وهذي 200. ما شاء الله. وهذول السوم 400 على 100. على 100. هذا ابراهيم ابراهيم اصل. ايه والله. الله يبارك لك. وفقنا وياك كل مسلم الله يجزاك خير. هذا فيومي ذهبي ذا اللي اكثر شيء مشهور الابيض هذا لكن الذهبي هذا هو شوفوا شكله ما شاء الله تبارك الرحمن فيومي ذهبي نظروا شكله حلو على كم يا سلطان؟ هذول ما سيهم لك 170 80 70 80 اي وهذول نفسه اي فيوم ذهبي ما لقاه بالسوق فيوم ذهبي ما لقاه بالسوق؟ لا زيه واللي لقيت بالسوق؟ ها؟ فيوم ذهبي ما شاء الله تبارك الله نادر يعني ما يجي كثيرة اللي هو فيوم الذهبي هذا اللي بوها الابيض دائم تواجد الابيض الابيض وذا اسود ذا مو بذهبي ذا نفسه ها ما شاء الله اللي يبي فيوم ذهبي حطيت لكم الرقم تواصلوا معه عنده الطقم الطقم بكم يطلع الطقم الحين ثلاث دجاج وديك كم؟ لكن الحبة تسوى 70 80 الحبة ب 70 فيومي ذهبي يقول الحبة ب 70 وحطيت لكم الرقم اشكالها جميلة مو هذا الطاقم ب 200 دجاجتين وديت فيومي ذهبي حطيت لكم رقم اللي يبيه تواصل معه براهاف وش عندك في عن الواز لا يساوي 218 ابو خالد 218 اي نعم اي ودي بهم بس انها لجه والله احلى انك اي لجه ما ابو بيض بلدي طيب الفيوم يبيع هذا قصدي يا ابراهيم بيع يعني من على 65 على 65 الحبه والله يا حلو انت نقع على 65 لا رئيس على السعر على 65 ايه واصلا جمله كم اصلا؟ 40 اصلا 40 جمله ابغى افرد منهن على 65 ها؟ اي تفريد على 65 ما شاء الله ما شاء الله الله يطلق البركه يوفق ان شاء الله الله يرزق الجميع اللهم هذا وزع راقي ما يبيض الا بعز المربعانية اي بس طيب عزة طيب بالمربعانية بالبردة القوية يبدا يبيض اللي هو الوز العراقي هذا وز عراقي وفي بلدي وفيها كثير I'm going to go to the hospital.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بكل خير. حراج النجد بعد صلاة الجمعة. ما شاء الله. هلا والله أبو سليمان. ما شاء الله. 1740 خوات الاك ذولا. هلا أبو سليمان. شلونك؟ هلا والله. 1740 50 50 ما شاء الله. 1750 هلا بخوي. هلا والله شلونك؟ عساك طيب؟ شلون صحك؟ طيب؟ شوف 1650 هذول يا البحمد. 1650 خروب 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 ليش خروب صعب؟ 1650 ما شاء الله لا تروح البركة. كم اصلا يا عم؟ وين رعيهم؟ كم اصلا يا ابو؟ كم؟ على 1009 سامع. ما شاء الله طيبات الله يبارك لك. ما شاء الله ما شاء الله. هلا والله هلا والله شلونك؟ عساك طيب؟ شلونك عساك طيب؟ 1000 خروف وهذه كم تسام؟ هذه كم وصلت؟ هذه كم وصلت؟ كم عددها؟ عددها يمكن 10 يمكن يمكن. أنا حبيبي بس أنت ما تبيع. ها ربح يا ابو عبد الرحمن. يا ابو عبد الرحمن والله هذه بيت الفوق صار. يا ربح يا ربح يا ربح يا ولد. في عد على 1600 صافي الله يبارك له. 1600 صافي.